السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم غيث من قناة موشو. اليوم عندنا لعبة غريبة جدا صراحة على جوجل بلاي، اسم اللعبة سكريم جو، أي أنه أصرخ وانطلق. خلوني أشرح لكم اللعبة. ادخل إلى اللعبة. طبعا ما راح أقدر ألعب اللعبة لأن دا أسجل، فاللعبة تعتمد على الصراخ، شبيهة لعبة Angry Bird بس بطريقة مختلفة. عندك الجامبينج مود، أي أنه القفز، تقفز من مكان إلى آخر عن طريق الصراخ. وعندك السويمينج مود، أنه أنت داخل البحر أو داخل المي، فتحاول أنه تتجنب العقبات عن طريق الصراخ مثلا. عفوا. أيضا عندك الفيديوز، تقدر هنا قائمة الفيديوز تشارك الفيديو ويا الجيم بلاير الجيمرز العالمين عن طريق اللينك اوتسايد برايفت مالت اللعبة الخاصة بيهم. هنا عندك اللايك اذا عجبت باللعبة، وهنا عندك الشير اذا تريد تنشرها لاصدقائك تلعبون، وهنا عندك صفحة الفيسبوك البيج الخاص بالشركة اللي صنعت اللعبة. طبعا شباب اخليكم تكتشفون اللعبة، لان صراحة اللعبة مضحكة جدا جدا جدا، يعني راح تخليك تضحك من قلبك. جربوا اللعبة وانطوني آراءكم، راح انتظر تعليقاتكم. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. شكرا لكم، سلامي.